لا نستطيع ان ناخذ اي نص خارج عن سياق الحديث. لاحظ الكلام وحي من جهه مصر هو ذا الرب راكب على سحابه سريعه وقادم الى مصر فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله عشان نفهم الايه مين كانت شعب مصر في تلك الايام؟ كانت كل الأرض كسوبر باور قوة عظمى كانت ترتجف من مصر وطبعا من أوثان مصر فالقسم الأول في نبوة إشعياء 19 بيتكلم عن العقاب والقسم الثاني بيتكلم عن تحقيق البركة والوعود والرجاء لشعب مصر فإذا في دينونة وعقاب في بركة وفي ثواب على مصر. لاحظ من خلال الايات في اصحاح 19 بيتكلم عن عده امور. عن العقاب اولا، بيتكلم عن صراع، نزاع، حرب داخليه، حرب اهليه اذا بتحب تسميها بهذه التسميه. لاحظ اهيج مصريين على مصريين في اية اثنين. فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة في أيام إشعية كانت المملكة منقسمة فيها ممالك مش أقل من 12 مملكة ممكن البعض بيقول 20 مملكة فلاحظ ماذا يقول الكتاب يتكلم عن صراعات عن نزاعات داخلية عن خلافات عن شوف بيقول أهيج يحارب كل واحد في نفس البيت الأخو عم بحارب أخوه في نفس المكان كل واحد بحارب في العلاقات كل واحد بحارب صديقه أو صاحبه ثم مدينة مدينة يعني حتى المدن ابتدأت تحارب مش بس مدينة بتحارب مدينة وصل الوضع انه مملكة مملكة فانت لاحظ الاربع امور في البيت الاخ بحارب اخوه في العلاقة الصديق بحارب صديقه في المدينة مدينة بتحارب مدينة في المملكة مملكة بتحارب مملكة